إذن هذه مشاهد للانجماد والجليد وبعض التساقطات الثلجية قبل قليل في مرتفعات الشرات تحديدا في منطقة الهيشة من الزملاء عامر القحف وزياد أبو العظام في تلك المنطقة التي تتعرض لأجواء جدا باردة. تأتي هذه الفيديوهات الحصرية من تلك المناطق التي تتعرض لأجواء قارصة البرودة بالرغم من أننا لم نبدأ بالفعل بالتأثر أو التأثير المباشر للحالة الجوية في تلك المناطق. إذن ما هو متوقع بمشيئة الله تعالى؟ منخفض جوي جديد متوقع بمشيئة الله تعالى مصنف من الدرجة الثالثة يبدأ فجر هذه الليلة يعني فجر الأحد في ساعات بعد منتصف هذه الليلة. متوقع هناك أن يكون أمطار غزيرة في مناطق عدة من المملكة. تساقطات ثلجية أيضا متوقعة غدا وموجة شديدة من الانجماد مرتقبة اعتبارا من ساعات ليلة الأحد على الاثنين. كل ذلك الآن سيكون في التفصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن بسبب تدفق رياح قطبية نحو المنطقة منطقة الشرق الأوسط يتوقع بمشيئة الله تشكل منخفض جوي جديد يتزايد تأثيره على المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف ليلة السبت على الأحد. هذا منخفض الجوي هو مصنف من الدرجة الثالثة. البعض يسأل لماذا تم تصنيف هذا المنخفض الجديد بالدرجة الثالثة. السبب أن هناك ظواهر جوية قوية مترافقة مع هذا المنخفض أولاها، وأما الأمطار الشديدة المتوقعة في ساعات ما بعد منتصف ليلة السبت على الأحد ونهار يوم الأحد الأمر الآخر، تساقطات ثلجية في مناطق بعض مناطق المملكة، وأيضا الموجة القوية من الانجماد المرتقبة في ساعات الليل. إذن هذه خرائط الهطولات المطرية لمنطقة الشرق الأوسط والتي تشير طبعا إلى وجود تشكل لجبهة هوائية باردة كما نلاحظ لهذا المنخفض الجوي. هذا الخط من والحزام من السحب ينوم على وجود جبهة هوائية باردة بحيث يتوقع بمشيئة الله تعالى اشتداد الأمطار في ساعات ما بعد منتصف ليلة السبت على الأحد. تصبح مع ساعات الصباح غزيرة للغاية خاصة في المناطق الوسطى بما في ذلك العاصمة عمان بشكل قد يؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول وأيضا ارتفاع منسوب المياه في الطرقات والمناطق المنخفضة بمشيئة الله تعالى. تتحرك هذه الجبهة الهوائية تدريجيا شيئا فشيئا نحو الجنوب ويندفع خلف هواء قطبي قارس البرودة. سأتحدث الآن عن توقعات الهطولات بشكل مفصل أكثر في داخل المملكة خلال الحالة الجوية المقبلة. إذن هذه الليلة تستمر الأمطار وزخات الأمطار بالهطول ما بين الحين والآخر، ولكن عقب منتصف الليل يتوقع أن تصبح هذه الأمطار كما تلاحظون هذه الألوان تصبح غزيرة للغاية في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون غزيرة أحيانا بما يكفي لارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول، حتى أن مع ساعات الفجر كما تلاحظون هذا الخط من الأمطار الغزيرة متوقع أن يكون موجود معنا خاصة في المناطق الوسطى من المملكة على وجه التحديد، طبعا إضافة إلى المناطق الشمالية. المناطق الجنوبية من المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة تتراجع بها الفعالية الجوية بشكل عام. أيضا مع ساعات الصباح تمتد هذه الهطولات نحو المناطق الشمالية الشرقية والبادية الشرقية، ولكن هناك في هذه المناطق يتوقع أن تتساقط عليها الثلوج، ستحدث عن ذلك بعد قليل. تستمر هذه الهطولات بشكل تقريبا بنسق متواصل نوعا ما في المناطق الوسطى وأيضا الشمالية، وتمتد تدريجيا هذه الهطولات بشكل تقريبا تدريجي مع ساعات ما بعد الظهر نحو بداية المناطق الجنوبية. لاحقا أثناء الليل تمتد معظم الهطولات نحو المناطق الجنوبية من المملكة، المناطق الجنوبية البادية الجنوبية الشرقية وأيضا جنوبية من المناطق الوسطى، وتتراجع فرص الهطول بشكل متسارع في باقي المناطق كما نلاحظ مع ساعات الليل، وذلك عقب دخول الهواء القطبي البارد خلف هذه الجبهة. فكما نلاحظ تتحرك حزم السحب الممطرة أو المثلجة بحسب المنطقة مبتعدة بعض الشيء وتدريجيا عن المملكة. مع دخولنا في ساعات فجر يوم الاثنين تكون فقط مناطق معينة ذات فرص هطولات أو تشهد بعض الهطولات.
تبدو عليه الحال خرائط توقعات درجات الحرارة للطبقات القريبة من سطح الأرض. كما تلاحظون هذه الألوان هي ألوان ليست معتادة في مناطقنا. الخط الأزرق هو تقريبا حد الفاصل للكتلة الهوائية القطبية قارصة البرودة ذات أصول سيبيرية هذه الكتلة. وهذه الألوان بالأزرق الداكن وحتى إذا تلاحظون هذه الألوان هي تنم على عمق وشدة هذا الهواء القطبي. يبدأ هذا الهواء القطبي بالانحدار والانزلاق التدريجي فوق الأراضي السورية ليصل صباح يوم الأحد على الحدود الأردنية كما تلاحظون السورية، وبعد ذلك يدخل هذا الهواء القطبي من البوابة الشمالية الشرقية. إذن مناطق البادية الشرقية يدخل عليها الهواء كما تلاحظون، إذن هنا يدخل الهواء القطبي قبل هذه المنطقة، هذا اللون الأزرق. فكما تلاحظون يدخل الهواء القطبي في المنطقة البادية الشرقية قبل أي منطقة أخرى، وبعد ذلك تدريجيا تبدأ جيوب من الهواء البارد بالدخول التدريجي لمناطق شمال ووسط المملكة. في طبعا ذلك يأتي في خلف الجبهة الباردة، يستمر هذا الهواء القطبي بدفع الجبهة الباردة جنوبا بحيث يستمر بالدخول نحو المملكة كما تلاحظون. إذن مرة أخرى هذه الحركة المتوقعة للهواء القطبي السيبيري مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين، يكون تقريبا هذا الهواء اكتمل عبوره لكافة المناطق، بل ويشتد أكثر فوق المملكة. رياح شمالية شرقية متوقعة تدفع بمركز هذا الهواء القطبي البارد نحو المنطقة والمملكة، وبالتالي المزيد من التراجع في درجات الحرارة كما تلاحظون وسيطرة هذا الهواء البارد على المنطقة. دعونا نأخذ نظرة أقرب أيضا على المملكة. إذن مرة أخرى هذا الهواء الأزرق هو الحد الفاصل للكتلة القطبية، ولكن كلما ازداد اللون زرقة يعني ذلك شدة في البرودة ودرجات حرارة دون الصفر. فكما تلاحظون إذن مناطق البادية الشرقية يدخل عليها الهواء مبكرا منذ ساعات صباح الأحد، تدخل هذه الكتلة القطبية المناطق الشمالية الشرقية، لكن يكون على أعتاب حدود المملكة الشمالية في ساعات الصباح، ومن ثم تدريجيا يبدأ هذا الهواء بالدخول شيئا فشيئا كما تلاحظون، ويجتاح معظم مناطق المملكة مسببا انخفاضا لافتا وكبيرا جدا على درجات الحرارة مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين. يبقى هذا الهواء موجود، هذه الكتلة القطبية موجودة معنا حتى يوم الاثنين والثلاثاء، هي جافة في طبيعتها، وبالتالي الأجواء تكون صحوة مشمسة لكنها قارصة البرودة بشكل عام. الآن نتحدث عن فرص التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة القادمة. إذن هذا اللون الأخضر هو ينم على الهطولات المطرية، اللون الأبيض أو هذا اللون المحمر هو يعني تساقطات ثلجية. ما سيحدث هو أنه في ساعات صباح يوم الأحد تلتقي الجبهة الباردة والأمطار والهطولات التي معها بدخول الهواء القطبي البارد في هذه المناطق كما تلاحظون، يؤدي ذلك إلى تساقط الثلوج في منطقة البادية الشرقية. تساقط الثلوج في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى سيؤدي إلى بشكل عام إلى ربما حدوث تراكمات في هذه المناطق، تشمل مناطق الحدود الأردنية العراقية رويشد، أيضا منطقة الطريق الصحراوي المؤدي إلى بغداد والطريق الدولي، إضافة إلى منطقة الصفاوي، دير الكهف، أم القطن، المناطق المتاخمة لجبل العرب. هذه المناطق جميعها مهيئة أن تتعرض لتساقطات ثلجية في ساعات نهار يوم الأحد، هي مناطق ليست معتادة أن تستقبل الثلوج المتراكمة، وبالتالي سيكون حدث هام بالنسبة لنا في تلك المناطق. أقصى درجات الحيطة والحذر يجب أخذها في هذه المناطق جراء هذه التساقطات الثلجية المتوقعة. مع عبور هذه الجبهة شيئا فشيئا نحو الجنوب تستمر فرص التساقطات الثلجية موجودة في هذه المنطقة، ولكن سرعان بعد ذلك ما تتراجع فرص الهطول لحل الهواء البارد في تلك المناطق والأجواء الباردة في هذه المناطق بشكل لافت، وبالتالي موجات قوية من الجليد والانجماد متوقعة في المنطقة الشرقية. دعونا ننظر إلى الجانب الآخر من المملكة. إذن في الجانب الآخر يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يلتقي هذا الهواء القطبي المتأخر عكس المنطقة الشرقية مع الهطولات، الأمر الذي يعني أن مناطق جنوب المملكة جبال الشراء تشمل مثلا مناطق مرتفعات الطفيلة تقريبا ما قبيل حلول ساعات المساء، جبال الطفيلة العالية، أيضا مناطق جبال الشوبك، جبال معان، مرتفعات رأس اللقب حتى جنوب المرتفعات، قرى النعمات، مرتفعات وادي موسى، حتى هذه المناطق جميعها معرضة أن تتساقط عليها الثلوج المتراكمة تقريبا مع ساعات متأخرة من النهار وساعات الليل الأولى. أيضا ربما بعض من مرتفعات الكرك تستقبل ذات الأمر، تأخر في تلاقي الكتلة القطبية مع هذه الجبهة الباردة والهطولات يؤدي إلى تأخر الهطولات في تلك المناطق، وعند دخول هذا أو عند تحرك الجبهة جنوبا
تمتد فرص تساقط الثلج أيضا إلى مرتفعات وجبال وادي رم. لكن المنطقة الأخرى المثيرة للاهتمام هي المنطقة الجنوبية من العاصمة عمان والمناطق مناطق البادية الجنوبية الشرقية. هذه المناطق تلتقي عليها أو يلتقي هناك يحدث تلاقي للهواء القطب عندما يدخل من الشمال مع بقايا الجبهة في تلك المنطقة، وبالتالي نرى أن هناك فرصة لتساقطات ثلجية مع ساعات المساء في هذه المنطقة تحديدا. هي مناطق جنوب شرق العاصمة عمان من الناحية الإدارية، مناطق البادية الجنوبية الشرقية، هناك فرصة لهذه المنطقة أن تشهد بعض التساقطات الثلجية خلال ساعات متأخرة من النهار يوم غد، وذلك مع تحرك هذه الجبهة جنوبا. في ساعات ليلة الأحد على الاثنين تراجع تقريبا شبه كامل للهطولات مع تحرك هذه الجبهة جنوبا، ولكن في العادة تبقى بعض الهطولات الضيقة أو المحلية تهطل في بعض المناطق. هذه ستكون على شكل تساقطات ثلجية في مناطق ضيقة، وبالتالي هي زخات ثلجية محلية في ساعات انتصاف ليلة الأحد على الاثنين. ولكن السمة الأبرز لما بعد الجبهة الباردة ليلة الأحد على الاثنين هو موجة شديدة من الانجماد والجليد. إذن تكون الهطولات موجودة في ساعات النهار وحتى ساعات متأخر النهار سواء ثلج أو مطر، ومع دخولنا في ساعات الليل ومع دخول الهواء القطبي يصبح لدينا هناك تشكل للانجماد والجليد على معظم الطرقات الداخلية والخارجية، وبالتالي كل الحذر واجب مع ساعات ليلة غدا، الاهتمام جدا بعدم المسير على الطرقات خاصة تلك المبتلة بسبب مخاطر تشكل الانجماد والجليد الذي سيكون في مناطق مختلفة من المملكة. طبعا في ذات الوقت نستقبل الأسئلة أحيانا عما إذا كان هناك تساقطات ثلجية مثلا فوق المرتفعات في العاصمة. الأمر مهيئ غدا في ظل هكذا ظروف جوية أن تشهد بعض المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى من المملكة أحيانا تساقطات ثلجية مخلوطة بالأمطار، بعض الزخات بين حين والآخر بسبب تلاقي هذا الهواء القطبي البارد مع هذه الجبهة الممطرة المتوقع أن تكون على أجواء المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن الآن بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة، بالعودة إلى هذه الليلة، فيتوقع أن يكون الطقس غائم جزئي مع احتمال أمطار أول ساعات الليل، يصبح الطقس ماطر بغزارة بعد منتصف الليل خاصة في العاصمة عمان. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 4 درجات مئوية وهي درجات حرارة متدنية. نتعرف الآن على درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم الأحد. سنبدأ من المنطقة الشمالية، إذن في إربد من 8 إلى ناقص 1 خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين مع أمطار مخلوطة بثلوج محتملة في إربد، جرش من 7 درجات إلى 0، في عجلون من 7 إلى ناقص 1، وفي المفرق من 6 إلى ناقص 4. المفرق من المناطق تقريبا تقع في المنطقة الشرقية، وبالتالي هي من المناطق التي قد تتعرض لأمطار مخلوطة بالثلوج، وكلما اتجهنا شرقا كلما زادت فرصة تساقطات ثلجية أن تحدث في تلك المناطق. وسط المملكة تكون في العاصمة من 6 إلى ناقص 3 مع فرص لأن تشهد أيضا العاصمة مع أمطار مخلوطة بالثلوج، ولكن هناك فرصة جيدة أمرين هامين أو ثلاثة أمور هامة بالنسبة للعاصمة عمان غدا. الأمر الأول هو الأمطار الشديدة المتوقعة في ساعات الصباح في العاصمة عمان. الأمر الآخر هناك أمطار مخلوطة بالثلوج متوقعة وزخات ثلجية في ساعات المساء خاصة في الأجزاء الجنوبية الشرقية من العاصمة عمان. الأمر الثالث هو موجة شديدة من الانجماد والجليد ليلا بسبب بقايا الهطولات على الطرق. الطرق ستكون مبتلة يحل محلها هواء بارد شديد البرودة، وبالتالي كما تلاحظون ناقص 3 في ساعات الليل الصغرى 6 درجات مئوية. السلط من 6 إلى ناقص 1، مأدبة من 7 إلى ناقص 2، الزرقاء من 8 إلى ناقص 1، وفي البحر الميت من 15 إلى 7 درجات مئوية. قد يستغرب البعض لماذا في الزرقاء هناك فرصة لأمطار مخلوطة بالثلوج، وذلك لأنها تقع شرقا. هناك فرصة لأن تشهد هذه المدينة بعض الأمطار المخلوطة بالثلوج بسبب أنها قريبة من المنطقة الشرقية التي ستكون هناك بها الأمور مختلفة. جنوبا في الكرك من 6 إلى 0، في الطفيلة من 6 إلى 0 هناك فرصة للثلوج في آخر ساعات النهار. الشرار من 3 إلى ناقص 3 مع تساقطات ثلجية في ساعات الليل. معان من 6 إلى ناقص 2 مع أيضا فرصة تساقط الثلوج في ساعات الليل. هذه المناطق جميعها معرضة لتساقطات ثلجية متراكمة مع ساعات مساء وليلة الأحد على الاثنين بمشيئة الله تعالى. العقبة الأجواء غائمة جزئيا مغايرة تماما، العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية فالأجواء بها ثلجية، تساقطات ثلجية متوقعة في رويشد من 5 إلى ناقص 4، الصفاوي من 5 إلى ناقص 4 أيضا مع فرص جيدة جدا لتساقطات ثلجية، وفي الأزرق من 9 إلى ناقص 4 مع فرص للأمطار
بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية المتوقعة خلال إذن الثلاثة أيام القادمة تكون إذن الأحد من 6 إلى ناقص 3، يوم الاثنين من 5 إلى ناقص 3، نلاحظ تدني درجات الحرارة الكبير، والثلاثاء من 7 درجات مئوية نهارا. هنا اندفاع جديد مرة أخرى ليلة الثلاثاء الأربعاء، تحدثنا عنه سابقا، منخفض جوي جديد، وهناك أمطار ثلجية محتملة ليلة الثلاثاء الأربعاء في بعض المناطق، سنتحدث عنه أكثر عندما تقترب المسافة الزمنية. قبل الختام، هناك أمور هامة جدا للتعامل مع هذه الأحوال الجوية القادمة على المملكة، لا سيما القطاع الزراعي والإخوة المزارعين. هناك مهددات حقيقية تنتظرنا في المملكة في القطاع الزراعي بسبب خوف تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من المملكة، بما في ذلك أيضا مناطق الأغوار، بدءا من ليلة الأحد على الاثنين، وتستمر معنا هذه المهددات ليلة الاثنين على الثلاثاء وحتى الثلاثاء على الأربعاء. صقيع واسع النطاق، موجات من الانجماد والجليد، مساحات شاسعة زراعيا، الله يكون بالعون، لكن هذه فعلا أمور يجب الانتباه عليها خوفا من انهيار الموسم الزراعي في المملكة. الحذر وكل الحذر والحذر الشديد وأخذ هذه النصائح على محمل الجد. ليلة الأحد على الاثنين قد تكون أحيانا هذه الظواهر أكثر شدة وأكثر تأثيرا من تساقط الثلج مثلا أو حدوث السيول. الانجماد والجليد موجود على طرقات عديدة من المملكة ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين، وأيضا ننصحكم بوضع موانع التجمد في المركبات وتغطية المواسير الخارجية، ويعني ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن هذه الظروف الجوية. نسأل الله السلامة لكم جميعا، وأن يجعلها ظروف وأمطار خير وبركة على الجميع. للمزيد يمكنكم دائما تحميل تطبيق تقصي العرب أو حتى متابعتنا على الموقع الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.